بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائنا الطلاب أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهوى ومادة علم النفس وعلم الاجتماع. النهاردة إن شاء الله معانا علم النفس، بس في البداية أحب أرحب بصديقي الدكتور حسني هاشم. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ محمد وأبنائنا الطلاب بخير إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى. إن شاء الله النهاردة إن شاء الله هنتناول ما بدأناه في الحلقات السابقة، وهو موضوع الشخصية. تعرفين طبعا ان موضوع الشخصية دوت من الموضوعات الهامة جدا، اللي طبعا نسبة كبيرة جدا من أسئلة الامتحان بتيجي في الجزئية دي، وخاصة الموضوع بتاعنا بتاع النهاردة. كنا في الحلقات السابقة تناولنا من أول بداية الشخصية وتعريفها، وحللنا التعريف، وبعد كده خدنا النظريات اللي بتفسر الشخصية، وتناولنا أربع نظريات بتفسر الشخصية. أول نظرية وهي نظرية الأنماط بتاعت العالم هيبوقراط، وبعد كده تناولنا نظرية التحليل النفسي والنظرية السلوكية والنظرية الإنسانية. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض بعض نماذج وأنواع للشخصيات. يعني هنا مدينا أنواع معينة للشخصيات، بس دي مش في ضوء نظرية معينة، ده دي خلاصة الأبحاث والتجارب، فصنفوا الشخصيات إلى عدة أنواع، وده اللي هنعرفه بالتفصيل دلوقتي مع الدكتور حسني هاشم. اتفضل يا دكتور. طبعا زي ما حضرتك أشرت أن هناك طبعا كان فيه نظريات حاولت تفسير وفهم أبعاد الشخصية المختلفة، وطبعا هذه يعني هذه النظريات زي ما درسنا في الحلقات الماضية تفصيليا، ولكن هناك أيضا العديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت في هذا المجال. وطبعا ايه علشان يعني هذه الابحاث وتلك يعني الدراسات خرجت بنتائج مهمه جدا، حيث تناولت انماط عديده من الشخصيه. فطبعا ايه اللي حصل علشان نتوصل الى انماط الشخصيه، جابوا القاسم المشترك استاذ محمد، يعني مثلا دراسه سين ودراسه صاد وعين اشتركوا في حاجه معينه او وصف معين لنمط شخصيه معين، تمام، يبقى ده راحوا مخرجينه وده يبقى من اهم صفات الشخصيه دي، تمام. يبقى اذا الانواع او النماذج اللي احنا هناخدها النهارده دي نتيجه او خلاصه القاسم المشترك بين نظريات. الابحاث والدراسات، يعني مش نظريه معينه، نعم، هي اللي بتصنف، نعم، هذه الانواع من الشخصيات، تمام. ده القاسم المشترك بين معظم النظريات او جميع النظريات. يعني مثلا هنلاقي مثلا صفه او خاصيه او سمه موجوده في نمط شخصيه معين، كل يعني معظم الدراسات التي تناولت هذه الشخصية هنجد إنها لحد كبير مشتركة بينهم، يبقى ده القاسم المشترك بين البحوث والدراسات التي تناولت أنماط الشخصية المختلفة. وانطلاقا من ذلك طبعا احنا عندنا في أنماط للشخصية، في عندنا الشخصية الطبيعية، وعندنا الشخصية المبدعة، عندنا الشخصية الانطوائية، وعندنا الشخصية الهستيرية، وعندنا الشخصية السيكوباتية، وعندنا الشخصية الدونية. طبعا هذه ايه الانماط، لكل نمط من هذه الانماط له مجموعه من الصفات وله مجموعه من السمات التي تميز شخصيه عن شخصيه اخرى. طب دكتور، احنا يمكن اول نمط عندنا باول نموذج من نماذج الشخصيه هو الشخصيه الطبيعيه، نعم، او بيقولوا السويه الطبيعيه، نعم. اكيد طبعا لما اقول شخصيه طبيعيه او شخصيه سويه هيتبادر لذهن الطالب مجموعة من الخصائص والصفات المعينة اللي، نعم، بتميزه عن باقي أنواع الشخصيات الأخرى. فبالتالي اللي هنعمله في الجزئية ديت إن إحنا هنقول أهم ما يميز هذه الشخصية اللي إحنا هنقولها، أي شخصية من الست نماذج اللي عندنا دول، إيه هي أهم الصفات اللي بتميزها عن باقي الشخصيات الأخرى؟ نعم. طيب كلمة طبيعي نورمال، ليه عادي؟ يعني إنسان طبيعي، يعني معناه إن هو ما هوش عنده اضطرابات، ما هوش عنده اختلالات، يقدر ان هو يكون يعيش بشكل متوازن، يتكيف. انا بتكلم كلام عام لسه ما دخلناش في الخصائص، بس انا الطالب هيفهم ايه من كلمه طبيعي، هو ده اللي هيتبادر لذهنه من كلمه طبيعي، الشخص الطبيعي السوي. اكيد الشخص الطبيعي السوي بيتوافر فيه عده شروط، او بيتوافر عده سمات، مش شروط، عده سمات. طبعا السمات ديت هتبقى هي خصائص الشخصيه ديت. وطبعا احنا عندنا اكتر تعريف ذكره العلماء في تعريف الشخصيه الطبيعيه او الشخصيه السويه. طيب يمكن من اكتر التعريفات يا دكتور موجوده عندنا اللي هو بينظر الى الشخصيه، بيقول لك ايه بقى، ان ان الشخص الطبيعي هو الشخص الذي بتظهر خصائصه بشكل متكامل. طبعا احنا هنقول التعريف وهنفسره بشكل ايه متكامل. ويستطيع توجيه هذه الخصائص او تلك الصفات
بشكل متوازن نحو تحقيق هدف حياتي معين. طيب يعني ايه الخصائص بتاع الشخصية بتظهر بشكل بصورة متكاملة؟ بمعنى يا أستاذ محمد، لما واحد مثلا يقول لك ايه ان الصدق ده قيمة ولابد ان نكون صادقين، تمام، التكامل ان يكون افعاله وسلوكياته دائما فيها نوع من الصدق، ده ايه التكامل، تمام. لما شخص يقول لك ان لابد ان الانسان يساعد اي حد محتاج، فلما بيظهر في موقف معين بنجد ان هذا الشخص يقدم يبقى هنا ايه مفيش تعارض ولا تناقض بين اللي هو بيعتقده وبين سلوكياته وبين افعاله. طيب اما لو واحد مثلا قال لك ان الصدق ده منجي والصدق ده قيمه ولابد ان تتصف اقوالنا وافعالنا وان تكون صادقه، ولكن هو بيتسم بالكذب، يبقى هنا فيه ايه؟ مفيش تكامل. يبقى الشخص ده شخص غير طبيعي، لان افعال لان اقواله بتتعارض وبتتنافى مع مين؟ مع افعاله وهكذا. طيب يبقى ده المقصود ان الخصائص بتاع هذا الشخص بتظهر بصوره ايه؟ تكاملي متكامل. طيب الخصائص دي بقى بيوجهها فين بقى؟ ان الخصائص بتاع السمات ده بيوجهها ان بيتفاعل مع الاخرين وبيكون مع الاخرين علاقات، وان بيحترم الاخرين ويقدر الاخرين وبيقدم لهم خدمات، يعني ايه؟ متفاعل ومندمج مع الجماعه التي بينتمي اليها. وبالتالي استاذ محمد هنا بيحقق الهدف الذي يريده. طيب تخيل مثلا كده انسان لا يقول دائما كذاب، لا يقدم مساعده للاخرين، منطوي مع نفسه، ما بيكلمش حد، ما بينات ما فيش تفاعل بينه وبين الاخرين، اي منعزل، هل يستطيع ان يحقق اهدافه؟ لا طبعا، هتجد في عوائق كثيره بتقف امام تحقيق ايه؟ الهدف بتاعه. يبقى ده المقصود بايه؟ بالشخص. بده يعني بالتكامل. التعريف اللي هو يعني بنقول عليه التعريف اللي هو يعني الى حد كبير ده بيفسر ايه الشخصيه ايه الطبيعيه. يعني دكتور ممكن نقول لو جينا ندي مثال على الطالب، الطالب اللي هو بيتمتع بالشخصيه الطبيعيه او الشخصيه السويه، عنده هدف ان هو يجيب مجموع عالي في امتحانات الثانويه العامه السنه دي، فبيخلي جميع جوانب شخصيته كلها تتكامل لتحقيق هذا الهدف. ما ده هدف في حياته عايز يحققه. يبقى هو عايز يذاكر كويس، يبقى فعلا بيذاكر كويس، بيجتهد، بيتقي الله في سلوكه وتصرفاته، ما بيحاولش يغش في الامتحانات، خد بال حضرتك، نشيط، يترك النوم ويصحى ويستيقظ مبكرا، يمارس الرياضه، بيخلي كل الجوانب تكتمل بحيث ان هو يحاول يوصل للهدف اللي هو عايز يوصله في حياته. نعم. يبقى هنا تكاملت جوانب شخصيته كلها او الخصائص. طب دكتور في يعني يمكن برضو ملحوظه كنت عايز اقولها، الجوانب والخصائص، هل ممكن في فرق بين جوانب الشخصيه وخصائص الشخصيه؟ يعني احنا عندنا جوانب الشخصيه الجانب الجسمي والجانب العقلي والجانب الاجتماعي والجانب الانفعالي. نعم. مش ممكن ان احنا نطبق ده على نفس التعريف دوت ونقول ان الجوانب كلها دي بتتفاعل مع بعضها عشان يحقق الهدف؟ نعم. الناحيه المعرفيه والعقليه والوجدانيه والفعاليه هي دي جوانب الشخصيه كلها. نعم. تتفاعل مع بعض لتحقيق الهدف. نعم. تدينا نفس المعنى. نعم. تمام. يعني ممكن نقول ان برضو الطالب عنده معلومات ان هو لازم ينجح وكلام من ده ويجيب مجموع، يبقى دوت جانب عقلي جانب معرفي، يحب التعليم دوت جانب وجداني، يكون عنده نشاط دوت جانب جسمي ويقعد ويصبر على المذاكره، يكون عنده طموح. تمام. نعم. وبعد كده ان هو يوصل للهدف بتاعه، يبقى هو خلي كل الخصائص بتاع الشخصيه او جوانب الشخصيه كلها اتوجهت بس هنا في تكامل بقى، يعني الجوانب دي كلها تكاملت مع بعض بحيث ان هو يوصل للهدف اللي هو عايزه في حياته وهو النجاح او المجموع العالي ان شاء الله. بعكس مثلا طالب اخر بيهمل في استذكار دروسه، ما عندوش طموح، كسول، وعاوز مثلا يجيب مجموع مرتفع علشان يخش الكليه اللي هو ايه؟ يبقى هنا هلاحظ ايه؟ ان هنا استاذ محمد مفيش تكامل بين خصائص وسمات الشخصيه. ما هو هنا بقى يا دكتور ما انا قلت لك عليه شخصيه طبيعيه. نعم. واخد بال حضرتك طبيعيه ان انا لا ده انا في اتجاه واحد كله. نعم. ماشي كله هدف واحد مع بعضه، انما هنا في تناقض، ازاي عايز اجيب مجموع وازاي ان انا متكاسل ومتخاذل وهغش وهعمل، يبقى كده مفيش تكامل بين جوانب الشخصيه، يبقى انا كده بعدت عن الشخصيه الطبيعيه او الطبيعيه. تمام. نعم. يبقى انا كده اصبح شخص عندي اضطرابات. نعم. تمام. في برضه يا دكتور بعض الافراد يعني من ضمن التعريفات يقول ان الشخصيه الطبيعيه هي التي تخلو من الاضطرابات النفسيه والعقليه. نعم. طيب هل يا دكتور طبعا هو التعريف دوت يعني طب اللي هو نقول يتمتع بالصحه النفسيه والعقليه السليمه، بلاش. نعم. الخلو ده التعريف اللي بعد كده. نعم. اللي هو يتمتع بالصحه النفسيه والعقليه السليمه. نعم.
طبعا تمتع كامل دوت، يمكن علماء النفس قالوا ان مفيش خلو كامل من الاضطرابات، كل انسان عنده بعض الاضطرابات، بس يعني ده تعريف مجازي ان هو بيتمتع بنوع من الصحه النفسيه والعقليه السليمه، يبقى ده شخص طبيعي. يبقى لما نيجي نوصف الشخصيه الطبيعيه نقول ان هو بيتمتع بصحه نفسيه وصحه عقليه، يعني خلو من الاضطرابات، من القلق، من خلو نسبي طبعا، لان اي انسان ممكن يمر ببعض الاضطرابات والقلق، بس يعني هو عنده استقرار، عنده هدوء انفعالي، يقدر يتعامل مع المواقف بثبات. ما هو دي الصحه النفسيه، خد بال حضرتك، والصحه العقليه السليمه، يبقى ده انسان طبيعي او شخصيه طبيعيه. بالاضافه اللي حضرتك قلته استاذ محمد، طبعا ان الشخص ايضا الطبيعي بيكون عنده قدرات وعنده امكانيات. فلما يكون الانسان يعني صحيح نفسيا وعقليا بيستطيع ان يوظف تلك الامكانات وتلك القدرات في ايه بقى؟ في تحقيق اهدافه. بيستطيع أيضا أن يتكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها. الشخص الطبيعي لو أنت وديته في صحراء تمام هيستطيع أن يتكيف مع الصحراء، لو نقلته في مكان يعني أول مرة بيتوجد فيه هيستطيع أن يتكيف مع هذا المكان، لو أنت حطيته في وسط ناس أول مرة بيستطيع أن يعني يتعامل معهم ويتفاعل معهم ويستطيع أن يتكيف وإيه ويتواءم معهم. ليه؟ لأنه صحيح نفسيا وإيه وعقليا. يبقى ده أيضا من ضمن الشخصية إيه الطبيعية. طبعي. نعم. في التعريف الاخر يا دكتور للشخصيه الطبيعيه اللي هو بقى اللي يمكن اللي انا قلته في سياق التعريف الاولاني اللي هي بتاعنا، الخلو من الاضطرابات النفسيه والعقليه. خلو انسان ما عندوش اضطرابات نفسيه، ما عندوش اضطرابات عقليه، بس هو اكثر دقه نقول خلو نسبي. نعم. خلو نسبي يعني الانسان اللي هو بيخلو، هنا كان بيتمتع، هنا هنقول بيخلو من الاضطرابات النفسيه، بيخلو من الاضطرابات العقليه، يبقى ده شخص طبيعي. نعم. في حاجة في حاجة في حاجة أستاذ محمد مهمة جدا علشان أبنائنا الطلاب، هي دي معلومة إثرائية، إن ليس معنى الشخص أن يكون يعني عنده صحة نفسية وعقلية وخلوة من الاضطرابات النفسية والعقلية أن يكون بالضرورة إنسان خالي من الأمراض العضوية. قد نجد شخص عنده مرض معين ولكن هو إنسان طبيعي لأنه ما عندوش اضطرابات نفسية ولا عقلية وعنده صحة نفسية وعقلية. وقد يكون العكس، شخص ما فيهوش أي مرض عضوي ولكن بيعاني من اضطرابات نفسية واضطرابات إيه؟ عقلية. أو عنده خلل في الصحة النفسية وخلل فين؟ في الصحة العقلية. يعني مش عايزين نربط في الجزئية دي بالذات بين الناحية العقلية والناحية الجسمية. نعم. أو الناحية النفسية. تمام. طبعا يعني زي ما حضرتك قلت دي حته اسرائيليه قال الطالب ان هو ما يربطش بين الاثنين، لكن احيانا في بعض العلماء درسوا العلاقه بين المرض النفسي والمرض الجسمي، وان نعم. بعض الامراض النفسيه بتسبب امراض جسميه، بس نعم. مش هو ده اللي احنا نقصده، نقصد ان ممكن انسان يكون بيتمتع بصحه جسديه عاليه لكن عنده اضطرابات نفسيه واضطرابات عقليه، وممكن العكس يكون انسان ان هو عنده مرض جسمي معين ولكن بيتمتع بصحه نفسيه وصحه عقليه جيده. يعني لان البعض بيعتقد اني علشان تتحقق الصحة النفسية والصحة العقلية لابد أن يكون الإنسان أيضا صحيح من الناحية البدنية الجسمية، الناحية البدنية والناحية الجسمية، مع أنه ما يكونش عنده أي مرض عضوي، ولكن طبعا ده يعني النماذج الموجودة واللي احنا بنشوفها واللي موجودة في المجتمع بتقول عكس هذا الكلام. في بعض الخصائص بقى يا دكتور كده اللي الإنسان اللي هو بيتمتع بالشخصية الطبيعية بيتميز بيها. قال لي أول صفة بيبقى عنده رزانة العقل، يعني تلاقيه كده يقدر يتناول أمور الحياة بنوع من الهدوء وعنده نوع من الثبات الانفعالي، عقله رزين. نعم. لما يجي ياخد قرار في موضوع معين ما ياخدش قرار متعجل، ما يبقاش أحكامه سريعة نتيجة انفعالات، لا ده عنده نوع من رزانة العقل، يبقى نقول عليه إنسان طبيعي. ده حتى في الحياة الدارجة يقول لك ده رزين قوي. معناه إيه؟ إنه بيفكر بعمق، ما عندوش تسرح في إصدار الأحكام، لما بيدرس موضوع بيدرسه من كافة النواحي، ولذلك نقول إيه يا ده الإنسان ده أو سين من الناس أو الأستاذ محمد حماد رزين قوي، يعني عنده يعني نوع من الحكمة. يعني تفكيره أو بيستخدم عقله تمام، وهو اللي بقى مسيطر وهو اللي بيحكم تصرفاته وسلوكياته. طب معنا أول تليفون يا دكتور في الحلقة، أهلا بك يا حسناء. ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ؟ الله يخليك يا حسناء، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اتفضل. كنت بقول لحضرتك هو في حاجات اتلغت في علم النفس؟ لا يا حسناء، لا ده في بعض الاجزاء الصغيره، اصل فيه هو في حصل لبس شويه،
في موضوعات نزلت اخيرا ملغيه، بس ديت للي هم يعني اللي هم عندهم ضعف عقلي، مش للطلبه العاديين، للي اسمهم طلاب الدمج. طلاب الدمج دي اللي نازله ليهم، انما بالنسبه احنا لينا كان في حاجات اتلغت من فتره كده يعني حوالي شهر، بس دي حاجات احنا قلناها في حلقات قبل كده. انما الحاجات اللي نزلت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي خاصه بالنظريه الاجتماعيه، مش انت قصدك على النظريه الاجتماعيه والحاجات دي؟ الحاجات ديت لا، لطلاب الدمج بس، انما طلاب العام ما اتلغتش خالص يا حسناء. ماشي؟ خلاص ماشي. طيب عندي سؤال. اتفضلي. الثقافة عملية تحدد اسلوب الحياة. تمام. حلل العبارة، هو انا عندي في اول اللي هي في المقدمة عندي اللي هي بتحدد اداب الحديث والعادات والمأكل والمسكن. والمأكل هو أصب دي ولا أصب اللي هي الثانية؟ لا الثانية يا حسناء، إن هي الثانية اللي هي أسلوب الحياة، اللي هي طبعا بتحدد لنا مجموعة من اللي هي النشاطات الاقتصادية والأدوات العمل وأساليب العمل والتفاعل بين الأفراد، وبعد كده الفكر والمعتقدات والقيم، اللي هي الثانية يا حسناء مش اللي في المقدمة، الثانية أسلوب حياة. ماشي يا حسناء، شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتكم على المجهود اللي بتعملوه معايا. ربنا يبارك فيك يا حسناء، ربنا يبارك فيك. من حضراتكم كتير. الله يخليك يا حسناء، ربنا إن شاء الله يجيبه فايدة وتجيبه أعلى الدرجات يا حسناء، إحنا بنشكرك على مشاركتك يا حبيبتي، مع ألف سلامة، مع السلامة. دكتور احنا كنا بنتكلم على اللي هي الخصائص او السمات اللي بيتمتع بيها الشخصية الطبيعية، وقلنا اول حاجة رزانة العقل، يمكن حضرتك اديت عليها مثال. نقطة تانية دكتور بيقول عنده ثبات انفعالي. نعم. كلمة ثبات انفعالي ديت معناها ان الانسان يقدر ان هو يتحكم في انفعالاته في المواقف التي تثير الانفعالات. نعم. هو ده تعريف الثبات الانفعالي. نعم. انا في موقف قدامي الموقف دوت يثير انفعال، لا انا اتحكم في نفسي، يبقى انت كده انسان طبيعي، مش اي حاجه كده تخليني اتعصب واتنرفز لاي سبب، لا اتحكم في اعصابي، ده ثبات انفعالي. مش بس كده يا دكتور، يتمتع بالسعاده. نعم. دي بقى حاجه كويسه جدا. يعني يتمتع بالسعاده يا دكتور؟ يعني اما يكون سعيد بيحاول أن يضفي السعادة على الآخرين، ودائما بيبحث عن السعادة، بيولد السعادة من أي موقف، بعكس ناس ثانية بيجيب بيبحث عن النكد علشان ينكد على الآخرين. ده بكل بساطة تلاقي يقول لك إيه ده إنسان كده، إيه يعني ما شاء الله دايما سعيد كده ودايما مبسوط، وفي ناس آخرين بتبحث عن النكد وتنكد على اللي حواليها. دول بقى اللي مش طبيعيين. دول مش طبيعيين. تمام. تمام، ربنا ايه يكتفينا شره. تمام. وعنده تمام. نشاط يا دكتور كافي، يعني نعم. دايما تلاقيه نشيط ويحب الحركه والعمل وكلام من ده. وبيستثمر كل طاقته وامكانياته، وعنده نعم. طاقات بيستغلها. نعم. مش بيسيبها يعني، هو بيتمتع بذكاء يستغل ذكائه. عنده نشاط جسماني بيستغل نشاطه الجسماني، عنده طاقه اجتماعيه او حركيه او انفعاليه بيستغلها، يبقى هنا ان هو يقدر ان هو يستغل كل طاقاته وامكانياته وهكذا. نقطة مهمة بقى دكتور، وزي الطالب، الطالب بإيه؟ طالب المرحلة الثانوية اللي هو بيبذل قصارى جهده أو عاوز يحقق أعلى يعني مجموع علشان يخش الكلية اللي هو عاوزها، وعنده إمكانيات وقدرات إنه إيه؟ يعني عنده قدرة على الفهم وعلى التحليل، وحل أسئلة عديدة من امتحانات الثانوية العامة في السنوات الماضية، ويتدرب على الامتحانات، يعني بيعمل كل اللي عليه يا أستاذ محمد. يبقى في هذه الحالة إحنا بنقول أيضاً عليه شخص إيه؟ طبيعي. طبيعي. تمام. الحاجة المهمة جدا بقى انه متوافق مع نفسه. تمام؟ متوافق، مش في حرب مع نفسه، وايضا في توافق مع الاخرين. فيه ناس في حرب مع نفسها، يعني هو مش راضي عن نفسه، يعني مش عاجب حاله، يعني مش عاجب الوضع اللي هو فيه، ولا عاجبه امكاناته ولا قدراته، ودائما ناقم على نفسه وناقم على الاخرين. ده الانسان اللي هو ايه؟ اللي هو مش طبيعي. الغير طبيعي. ولكن الانسان الطبيعي هو حامد ربنا على اللي ربنا عطاه له. تمام؟ يعني دائما يشكر ربنا، يقول لك يعني ايه دي امكانياته، يعني راضي راضي امكانياته وقدراته. تمام. ومتوافق كمان مع البيئه يا دكتور. نعم. حضرتك يعني هو متوافق مع نفسه ومتوافق مع الناس اللي حواليه. كلمه توافق مع البيئه ان هو يعني بقدر الامكان بيقلل التوترات والاختلافات والصراعات اللي موجوده مع الناس المحيطين. نعم. بيه، يبقى فعلا ده شخصيه طبيعيه، بس اعتقد ان مفيش شخصيه موجوده بالشكل ده يا دكتور. هو طبعا يعني، وفي حاجة مهمة جدا يعني برضو عشان أبنائنا الطلاب، احنا نتكلم عن الخصائص، قد نجد مثلا ان يعني مفيش فواصل قاطعة بين الشخصيات، أستاذ محمد عشان نبقى متفقين، يعني ما اقدرش اقول ان الصفات دي بتنطبق فقط على الشخصية مثلا الهستيرية او الشخصية السيكوباتية. في مثلا طالب يقول لك الحتة دي مثلا او الخاصية دي موجودة في الشخصية دي وبتنطبق عليا، يبقى انا شخص كذا. لا لا، احنا بنقول ده القاسم المشترك.
تمام، وليس هناك حدود فاصلة بين أنماط الشخصية. طب استأذنك دكتور ناخد التليفون ده. محمود أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت مستر ان مش كنت بعت الحلقه اللي انت قلت فيها حاجات الملغيه اللي هي حاجات صغيره انت عايز اعرف فيها ايه بالظبط اللي هي الحاجات الملغيه. حاضر يا محمود، حاضر، خليك معانا في نهايه الحلقه هقول لك محمود كلها، كل الملغي، يمكن الطلبه اللي ما عندهمش فكره عليها. طيب عندك اسئله محمود؟ عندك اسئله؟ لا شكرا الله يخليك. بس انا سؤال بس، هل تقول لي كل الملغي بس عشان خلاص؟ ماشي حاضر، خفت عليها شويه. حاضر انا معاك. طب عايز اعرف ملغي الفلسفه؟ لا بص، في الفلسفة ممكن حضرتك من الساعة 9 للساعة 10 تتابعهم في حلقة. عايز بس هل في حاجة ملغية أصلا عشان أتفقد عليها ولا مفيش؟ اه في حاجة ملغية، في حاجات اتلغت في الفلسفة. ازيك يا محمود؟ طب انت عندك أي سؤال معنا؟ شكرا. ماشي يا محمود، أشكرك على مداخلتك. اتفضل. يبقى هنا دكتور نقول إن الشخصية الطبيعية يعني هي شخصية بتتوافر فيها مقومات الصحة النفسية والعقلية. نعم خلي كده، هو ده يعني يمكن هم عرفوها في الاخر، جابوا خلاصه التعريف ان انسان بيخلو من الاضطرابات النفسيه والعقليه وانسان بيتمتع بالصحه النفسيه والعقليه. ده في حاجه التعريف مهمه جدا. اتفضل. الانسان الطبيعي هو الشخص الذي يتوافق مع نفسه ومتوافق مع نفسه، تمام، يعني عاجبه نفسه، تمام، وبالتالي هو بيتوافق مع الاخرين. ولا يمكن باي حال بالاحوال ان شخص غير متوافق مع نفسه ولا متوافق مع الاخرين، تمام، مش ممكن، تمام. يبقى ده ايه خلاصه ايه الشخصيه الطبيعيه. نعم. عندنا شخصية تانية يا دكتور، وهي أو ناخد الأسئلة الأول على الشخصية الطبيعية كالعادة. معلش، أول سؤال عندنا أعزائنا الطلاب على الجزئية اللي احنا قلناها ديت، هو بيقول حدد المقصود بالشخصية الطبيعية. يبقى أنا هنا هقول تعريفات الشخصية الطبيعية. حدد السمات التي تتميز بها الشخصية الطبيعية، اللي هي آخر فقرة لسه قايلينها دلوقتي، اللي هي سمات الشخصية الطبيعية. تتميز الشخصية الطبيعية عن غيرها من الشخصيات بعدة سمات، يبقى برضو نفس الإجابة. حدد هذه السمات، حلل هذه العبارة، دلل على ذلك بالأمثلة، علل صحة أو خطأ العبارة. يبقى هو السؤال. يبقى ده أستاذ محمد، ده السؤال من الممكن عزيز الطالب يأتي عليه المطلوب بكذا صيغة. يعني ممكن السؤال ده يعني عليه أربع يعني صيغات مختلفة. حلل، دلل، صح، خطأ، مع التعليل. تمام. أهم حاجة إحنا نفهم السؤال كويس جدا جدا، ولما يجي لك زي ما احنا قلنا حلل هذه العبارة، يبقى نذكر ايه الإجابة بتاعتنا في نقاط محددة، تمام، لان حلل معناه يعني ايه، يعني اذكر لي الإجابة في ضوء فهمك في نقاط ايه متعددة. طيب لما يجي يقول لنا علل صحة او خطأ هذه العبارة، يبقى لازم نكتب له اذا كانت العبارة صحيحة نكتبها له ايه باللغة العربية، العبارة صحيحة، تمام، ولو كانت العبارة خطأ نقول له العبارة خاطئة او خطأ باللغة العربية، وبلاش علامة ايه الاكس وعلامة الصح، وايه وما ننساش ان احنا نكتب ايه الـ 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 اذا كانت العبارة صحيحة او خطأ، لان دي بيكون عليها درجة والتعليل بيكون عليه درجتين. فبكل سهولة احيانا بعض الطلبة بايه بينسى استاذ محمد ان يكتب العبارة صحيحة او خطأ، فبتلاقيها ضاع بكل سهولة منه درجة. تمام. على الرغم انه بقى مذاكر كويس جدا جدا وممكن يقفل ايه المجال. طيب عندنا النوع التاني من الشخصيات يا دكتور، او النموذج التاني، هو الشخصية الانطوائية. طيب بداية يا دكتور، في يعني معلومة كده يقول لي ايه، مفيش شخصية تتميز بالانطواء الكامل. نعم. ومفيش شخصية تتميز بالانبساط الكامل. نعم. يعني ايه؟ قال لي هي الشخصيات دي على متصل، وهذا المتصل بما تتوفر لدى الشخص من صفات دوت بيعد شخصية انطوائية او شخصية انبساطية. يعني بمعنى اصح يا دكتور زي ما نقول كده، يعني ايه، خط يشبه المسطرة، والناس بتبقى موجوده على المسطره ديت، كل واحد حسب ما تتوفر ليه من سمات. نموذجين، لو قلنا تقريبا ان في شمال وفي يمين، النموذج الشمال دوت هيبقى نموذج الانطواء، النموذج اليمين هيبقى نموذج الانبساط. الناس تتدرج قربا او بعدا من هذين النموذجين، كل ما كانت صفات الانطواء بتغلب عليا بقرب من نموذج الانطواء، كل ما كانت صفات الانبساط بتغلب عليا بقرب من النموذج الاخر. انما ما فيش منطوي بنسبه 100% وما فيش منبسط بنسبه 100%. والحته دي مهمه، إنه ممكن يجي لك عليها سؤال زي ما هنعرف إيه بعد شوي. يبقى ما فيش شخصية أقول عليها شخصية انبساطية 100% ولا شخصية انطوائية 100%. وزي ما حضرتك قلت إن ده بيتحدد على حسب قربك أو بعدك من النقطة اللي هي سواء إذا كان إيه انبساط أو انطواء. أنت موقعك فين على المتصل؟ هل أنت قريب، خصائصك قريب من الانطوائي؟ تمام. ولا خصائصك قريبه من الانبساط؟ يبقى في الحاله دي تمام، انبساط. آه. وليس هناك حد فاصل اقول ان هذا الشخص شخص ايه انطوائي 100% ولا ايه، ولا شخص انبساطي 100% إيه؟ وهكذا. طيب نعم.
الشخصية الانطوائية، طبعا احنا موضوعنا هو الشخصية الانطوائية. الشخصية الانطوائية بتتمتع بعدة خصائص او عدة صفات. نعم. من الاسم كده دكتور، انطوائي يعني ايه؟ انطوائي يعني انا بهرب من الناس، عايز ابقى لوحدي شوية. انا هتكلم كلام عام وبعد كده هنقول بالتفصيل. مش عايز مواقف اجتماعية، ما بحبش الظهور، يعني دايما عايز ابقى قاعد افكر اتامل لوحدي، عايز اعيش بعيد كده يعني ايه في مكان. يعني دايما يا دكتور يقول لك ايه، انت يعني ايه عايز كهف منعزل وتقعد فيه لوحدك، مش عايز تشوف حد، مش عايز تتكلم مع حد، عايز تقعد كده تفكر وتتامل مع نفسك وخلاص. يبقى انت كده انسان مش اجتماعي، ما بتحبش الناس، مش عايز تشوف الناس، يعني مهمل الشخصيه الانطوائيه. انا مش عايز الناس، مش عايز الظهور، مش عايز ابقى يعني معروف، مش عايز ابقى عليا الاضاءه دايما، مش عايز يبقى الاضواء مسلطه عليا، انا ما بحبش كده، لا انا احب الهدوء واعيش لوحدي وهكذا. يبقى انت كده في انطوائي. طبعا هذه الشخصيه تتمتع بعده خصائص او عده صفات للشخصيه الانطوائيه. نعم. هنقول الصفات ديت واحده واحده يا دكتور، اتفضل. طيب اول حاجه زي ما حضرتك قلت، هو انسان بيحب ويميل الى الانعزال والوحده وبيتحاشى التفاعل الاجتماعي، وده يمكن موجود في بعض الاسر. بنجد ان مثلا ايه ابنهم او بنتهم عنده نوع من ايه او شخصيه منطويه، لما يكون قاعد مع الاسره، تمام استاذ محمد، واول ما يعرف ان الاسره الفلانيه او قريبهم هيزورهم الفلاني، تلاقيه قبل ما يجي بشويه داخل اوضته هو بيقفل على نفسه ومش عاوز يتفاعل مع الاخرين. لما يكون فيه مثلا مناسبه مثلا سعيده ولا حاجه، يا ابني يا بنتي ايه احنا عاوزين ايه، نروح نبارك للناس دول ونقضي الواجب وهكذا، بنجد انه يفتعل، يقول لك ايه يعني بعض الحجج الوهية، انا عندي مذاكرة، انا تعبان وهكذا. لانه ايه يا استاذ محمد، الشخص ده ما بيحبش ان يتفاعل مع الاخرين، تمام. يبقى اول صفة او اول سمة للشخص الانطوائي بيميل الى الانعزال والوحدة وتحاشيه للتواصل الاجتماعي. الحاجة المهمة جدا جدا برضه اللي لازم ان احنا يعني نشير اليها، احيانا قد يمر شخص بموقف معين يا استاذ محمد، وهذا الموقف بيؤثر عليه فيقول لك ايه، سيبوني انا عاوز ايه اقعد لوحدي، مش عاوز اكلم حد ولا عاوز اشوف حد، تمام. قد مثلا ده يقعد يوم يومين ثلاثه، تمام، لحد ما الضغط النفسي اللي عليه يروح. هل في الحاله دي اقول هو شخص انطوائي؟ لا، طالما رجع لحالته الطبيعية خلاص. يبقى الشخص الانطوائي معناه ايه؟ ان حالة الانعزال والوحدة اللي هو بيعيش فيها ده بصفة عامة وصفة ايه في كل مستمرة اللي بتقابله في كل حياتك. لان بعض الطلبة يقول لك ايه، طب ما فيه بعض الافراد او طالب يقول لك مثلا ايه، اما بتقابله مشكلة معينة او تحت ضغط معين، فبنجد انه بيقول لك ايه، انا عاوز اقعد لوحدي، مش عاوز اكلم حد ولا اشوف حد. يقول لك ايه، يبقى انا كده اصبحت شخص انطوائي. لا، بقول لك لا، الانطوائية معناها او الانعزالية او ان الانسان بيحب انه يكون لوحده، ده سمه غالبه عليه في كل ايه المواقف، في كل المواقف وفي كل ايه الوقت. الحاجه الثانيه، يميل الى التامل، هو دايما عايش لوحده، تمام، فبنجد انه دائما بيتامل ودائما عنده احلام، يعني وبيقعد يفكر كده في حاجات قد تكون مثاليه او حاجات قد من الممكن ان تحدث في الواقع وممكن الا تحدث، زي احلام اليقظه. ما هو بيشبهه التامل دوت من احلام اليقظه دكتور كده، تمام. يبقى ده نتيجه للاستاذ محمد، لانه عايش لوحده وبصفه مستمره، فعنده وقت فراغ، فالوقت بتاع الفراغ ده بيبدا ايه، يتامل في بعض الامور وبيعيش بعض المواقف الخياليه والتامليه زي احلام اليقظه بالظبط. ومش بس كده يا دكتور، ده بيبقى عنده نوع من المثاليه. نعم، يعني دايما تلاقيه افكاره مثاليه، عايز دايما يشوف العالم المثالي، الاسره المثاليه، يعني المثاليه بتغلب عليه. عشان كده دايما تلاقيه ان النواحي الماديه عنده ما بيهتمش بيها خالص. نعم. يعني ممكن الجانب المادي دوت مالوش، مش مهم بالنسبه له، في فلوس ما فيش فلوس، في حاجات ماديه، ياكل ما ياكلش، الحاجات الماديه دي تقول لك يعني مش في اعتباره خالص النواحي الماديه. نعم. ليه؟ هو الجانب المثالي بيغلب عليه اكتر وهكذا. الحاجه بقى المهمه جدا انه حساس المزاج. يعني ايه؟ يعني نظرا لانه ليس لديه احتكاك بالاخرين. شوف بقى احنا عاوزين نفسر يعني ايه حساس المزاج وازاي ومن اين اتت حساس المزاج يا استاذ محمد. نتيجه لانه ما بيتفاعلش مع الاخرين بكثره، دائما مع نفسه مع لوحده، فما عندوش الخبرات والتجارب التي يستطيع من خلالها ان يميز بين الانفعالات بتاع الاخرين او اسلوب التعامل مع الاخرين. ممكن واحد يقول له كلمة وهي بهزار وكنوع من الفكاهة،
ولكن هذه الكلمة قد يأخذها بمحمل آخر، وده هتخليه إيه؟ يغير المود بتاعه وتلقاه ينفعل، تمام؟ نظرا لإيه؟ لأنه ما عندوش الخبرة في الاحتكاك مع الآخرين، ما عندوش تجارب حياتية، تمام؟ ولكن الشخص اللي هو في تفاعل مع الآخرين وعنده خبرات واحتكاك مع الآخرين يستطيع أن يمتص انفعالات الآخرين وأن يتفهم ما يقوله الآخرين. فلذلك يقول لك إيه؟ ده حساس قوي، ده أي كلمة بتزعله وأي كلمة بترضيه، تمام؟ هو ده بقى الشخص إيه؟ اللي هو الحساس المزاج. الحساس يختلف المزاج. دكتور حساس المزاج عن الشخص المزاجي اللي هو متقلب المزاج. تلاقيه المود بتاعه بيختلف يوم شوية كده وشوية كده، دوت بنقول عليه إنسان مزاجي. إنما حساس المزاج دوت بتختلف عنها. حساس المزاج إن هي ممكن إن هو يعني أي كلمة بسيطة تأثر عليه، يتأثر بيها، زي الشخصية بنقول شخصية حساسة. أنت أي كلمة بسيطة بتأثر فيك، أنت بتزعل بسرعة، أنت بتفرح بسرعة، يعني إيه دوت اسمه حساس المزاج. غير بقى اللي هو المود بتاعه بيتقلب، يوم حالته الانفعالية كويسة يوم حالته الانفعالية، ففي اختلاف بين الشخصيتين وهكذا. طيب دكتور بعد إذنك تنبيه صغير كده بس على الطلبة، ياريت أعزائنا الطلبة تجيب الكتاب بتاع المدرسة تخليه معاك، عشان في آخر 5 دقائق في الحلقة إن شاء الله هقول لكم على الحاجات الملغية في علم النفس تعلموا عليها. فجهز كتابك دلوقتي ويخلي معاك قلم، عشان هي في يعني محتاجة ده سطور وعبارات وفقرات، فخلي الكتاب قدامك آخر 5 دقائق إن شاء الله هقول لكم على الحاجات الملغية والحاجات اللي اتضفت. فياريت تجهزوا نفسكم من دلوقتي، وزي ما يجهزوا الكتاب بتاع المدرسة لازم أن يجهزوا اللي هو الكشكول بتاع بنك الأسئلة في علم النفس وعلم الاجتماع. طبعاً طيب. وصلنا نقطة الأسئلة على الشخصية. طيب ناخد بقى الأسئلة التطبيقية أستاذ محمد. تمام. السؤال الأول، عزيز الطالب سجل هذه الأسئلة لأن أسئلة مهمة وموضوع اليوم مهم جداً جداً جداً، مش هقول أكتر من كده. موضوع اليوم إيه؟ مهم جداً جداً جداً. الشخصية تكون منطوية انطواء كاملاً أو منبسطة انبساطاً كاملاً؟ علل صحة أو خطأ هذه العبارة. يبقى العبارة هنا أستاذ محمد إيه؟ عبارة خطأ إيه؟ طبعا. عبارة ما خطأ. قلنا ما فيش انطواء كامل ولا انبساط كامل، ده حسب صفاته. طيب أيضا الشخصية الانطوائية. عدد خصائص للشخصية الانطوائية، خصائص تميزة عن غيرها من الشخصيات، هو نفس إجابة السؤال اللي قبل. حدد هذه الخصائص، دلل على ذلك بالأمثلة، علل صحة أو خطأ هذه العبارة. طبعا لا، يعني جميع الأسئلة المتوقعة بالصيغ المختلفة بنقولها لحضراتكم أبنائنا الطلاب، بمعنى أن حضرتك سجل مثل هذه الأسئلة وعيد حل هذه الأسئلة وتدرب على كيفية حل مثل هذه الأسئلة، علشان إيه؟ يبقى احنا عندنا الخبرة التي نستطيع أن نتعامل من خلالها مع أي سؤال يأتي بأي صيغة أستاذ محمد في إيه؟ في امتحان نهاية إيه؟ العام. النمط او النموذج الثالث يا دكتور معانا النهارده، وهي الشخصيه الهستيريه. نعم. الشخصيه الهستيريه بتتميز بعده صفات او عده خصائص. ايه هي اهم خصائص او صفات هذه الشخصيه الهستيريه؟ يمكن يا دكتور انا لفت نظري قوي التعبيرات اللي حضرتك بتجيبها قبل الشخصيه، هي نعم. ظهرت معانا على الشاشه. لا هي يمكن معانا صورتين، يعني صورتين دول. هذه الصوره دي بتعبر عن الشخصية الهستيرية، لما بيكون في حالة من الانفعال بتشوف تعبيراته وتشوف انفعالاته وهكذا. بيتميز من أول خاصية أعزائي الطلاب من خصائص الشخصية الهستيرية، وهي حب الذات والاهتمام بيها. يعني إيه؟ دايما يا دكتور يعني عنده حب لنفسه زيادة عنه، ومهتم بقى بذاته زيادة عن اللزوم كده، واخد بال حضرتك؟ دايما معجب بنفسه، معجب بشخصه، مهتم بنفسه زيادة على اللزوم. والاهتمام بالذات ده مش حاجة وحشة، بس لما يبقى مبالغ فيه، لما يبقى أزيد من اللازم، هو دوت اللي يبقى دخل بقى في النمط الخطر اللي احنا بنقول عليه الشخصية الهستيرية. فحب الذات والاهتمام بها بشكل مبالغ فيه دي أول خاصية من خصائص الشخصية الهستيرية. دايما عنده حب الظهور، في أي موقف عايز يبقى هو اللي بارز، عايز يبقى هو اللي ظاهر، بس ودايما عايز يلفت انتباه الآخرين ليه. يعني بيبقوا مثلا مجموعة كده 5 6، عايز يبقى هو اللي حايز على الاهتمام الناس اللي معاه، هو اللي عايز يلفت انتباه الناس بالنسبة له وهكذا. فدي خصائص من خصائص الشخصية الهستيرية. طبعا لسه في خصائص تانية. التوكل بقى على الآخرين في المسؤولية، بمعنى ايه؟ يجي مثلا يكون فيه مثلا يعني عمل مثلا مع زميله، هما الاثنين مشتركين في عمل، يقول له ايه بقى؟ بص بقى انا مش فاضي، وانت بقى ايه عليك بقى الموضوع ده، ايه يبقى انت تنجزه او تكمله. بيعتمد ايه؟ بيتوكل على الاخرين في المسؤوليه، بمعنى هو ما بيحبش يتحمل المسؤوليه، او بالمعنى الاصح هو خايف على روحه لا يتعب. هو بيحب ذاته يا استاذ محمد، بيحب ذاته وخايف على نفسه لا يتعب، يجي له شويه برد ولا حاجه وهكذا، هو مش عاوز يجهد نفسه. ولذلك هنا بيسند ايه بعض المهام وبعض الاعمال لمين؟ للآخرين. للآخرين.
الحاجة المهمة جدا بقى القابلية للإيحاء والتأثر بالآخرين. يعني ممكن مثلا لو 3-4 من الأصدقاء قاعدين ومعاهم واحد عنده النمط اللي هو الهستيري ده، ممكن كلمة ياخدها بمحمل آخر وهم لا يقصدوا ذلك، يعني ممكن بكلمة واحدة تلقاه إيه زي ما يكون جاله عملية إيحاء. والتأثر بالآخرين يعني أي كلمة بيتأثر بيها، يعني مثلا واحد يقول له لا ده الموضوع ده لا ده خطأ، تجد أنه بيتأثر بالآخرين بالإقناع. فلذلك الشخصية دي يجب الاهتمام بها، لأنها شخصية من الممكن أستاذ محمد أن تتأثر في فكرها وتشكل فكرها وتشكل سلوكياتها. تمام. اللي هو الشخص إيه الهستيري، لأنه إيه عنده قبل الإيحاء للإيحاء مجرد كلمة واحدة ممكن ياخدها بمحمل آخر وانت لا تقصد ذلك، قد يكون هذا الإيحاء سلبي أو إيه أو إيجابي. يعني ممكن يا دكتور الشخص دوت يكون عادي وطبيعي وكويس، نعم. الواحد يقول له انت وشك اصفر ليه، انت مالك، انت تعبان النهارده، يشعر فعلا ان هو تعبان ومريض وكلام من ده، ما هو تاثر بارائهم بقى عنده ايحاء او يحيله، نعم. ان هو يعمل حاجه معينه ففعلا بيعملها. يعني نقول ان هو في الحاله ديت ان هو يعني شديد التاثر، وممكن في الحاله ديت ان هو يتقبل اي شيء من الاخرين بدون ما يكون الشيء ده حقيقي او بدون ما يفكر تمام فيه. تمام، هي دي المقصود بها قابليه الايحاء والتاثر بالاخرين. وبرده حاجه مهمه جدا ان في بعض الشخصيات الطبيعيه انه برده عشان برده ابنائنا الطلاب ما مثلا واحد هو بيثق في الاخرين، هو انسان صادق فبيثق في الاخرين، فممكن واحد يقول له على حاجه تمام فممكن بيصدقها وممكن يعملها فيقول لك ده في علم النفس موجود ان الشخص اللي هو عنده ايحاء من الاخرين او قابليه شديده للايحاء والتاثر بالاخرين يبقى شخصيه هستيريه، يبقى يقول لك ايه طب انا بقى شخصيه هستيريه. لا ده معناه ايحاء مرضي، يعني اي يعني بتقول ايه زي ما نقول كده انسان اي كلمه توديه وكلمه تجيبه ودائما بيتاثر بالاخرين. يعني مثلا لو كان لابس بدله شيك جدا او لابس حاجه كويسه جدا واجي اقول له يا ساتر لا مش ماشيه معاك، ممكن على طول ما يلبسهاش تاني وهكذا، يبقى ده الشخصيه ايه اللي هي الهستيري. لان يا استاذ محمد في حاجتين مهمين جدا، انه بيحب ذاته ودايما بيحب انه بيظهر، يعني ايه يعني يظهر في المواقف المختلفه انه يكون افضل من الاخرين. جميل. يبقى دي فيها ناحيه ايه نفسيه وناحيه ايه سيكولوجي. عنده برضه من ضمن خصائصها دكتور اللي هو بيبقى يعني دايما بيميل للكذب شويه، نعم. والمبالغه في الافعال اللي بيعملها والتمثيل، نعم. حضرتك يعني دي كلها صفات هي صفات مش كويسه، ان هو بيبالغ قوي لو عمل حاجه صغيره كده يضخم منها وكانه عمل يعني حاجه ما حدش عملها قبله، وبيكذب كتير، ممكن تلاقي الكذب ده حاجه في سلوكه، ودايما يمثل. يعني ايه بيمثل؟ يعني مثلا هو تعبان مش عايز يروح المريض، انا تعبان انا مش عارف ايه وكلام من ده، دوت تمثيل. يمثل ان هو حد عمل له حاجه ومودك انا عمل اجامل وهو ما حصلش دوت، فدي صفات برضه من صفات الشخصيه الهستيريه، لان ده مرتبط بمين؟ بحب الظهور ومحاوله جذب انتباه واهتمام الاخرين. يعني مثلا ممكن على سبيل المثال علشان يجذب يعمل جذب الاخرين واهتمامهم يقول لهم تخيلوا مثلا انا رحت اسكندريه امبارح ورجعت على طول صد رد وعملت كذا وكذا 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 وكذا، هو ممكن يكون نايم ايه في البيت وهكذا. ليه بقى؟ هو عاوز يجذب انتباه واهتمام الاخرين، يبالغ او في الوصف بتاعه زي ما احنا بنقول ايه بيعمل من الحقم ايه من الحبه قبه، يعني الموضوع بسيط جدا جدا، يعمل لك فيلم حواليه ويهول لك حواليه. يعني من الاخر كده دكتور ابو لمعه وفقا لمين؟ وفقا لمين؟ للموقف. ليه بقى؟ لانه عاوز يجذب اهتمام مين؟ الاخر. تمام. نعم. برضه من ضمن خصائص الشخصيه ديت اعزائي الطلاب ان هي انفعالاته طفوليه. يعني ايه انفعالاته طفوليه؟ يعني تلاقيه دايما متقلب وانفعالاته سريعه ودايما ينتقل من الحاله ديت للحاله ديت، هي دي الطفوله اللي ما فيهاش نوع من العمق شويه، ان هي يبقى فرحان وفجاه تلاقيه اتغير المود بتاعه اتغير، وفجاه هو كان حزين وفرح، فدي الانفعالات الطفوليه اللي بنقول عليها. وتدور على السبب استاذ محمد، هو كان زعل ليه وفرح وبقى سعيد ليه؟ مفيش سبب، كلها اسباب يعني بسيطه جدا. يعني مثلا قد ينفعل مثلا لسبب لا يدعو الى الانفعال، وقد مثلا يبتسم ويضحك ويبقى مبسوط جدا من شيء لا يدعو الى ذلك. تمام، لان ايه انفعالاته ايه زي الطفل بالظبط، ولذلك احنا بنقول ايه انفعالاته طفوليه زي الطفل. الطفل بايه بيبكي من اتفه الاسباب،
ها ويضحك من أي من أتفه الأول بسرعة من نعم. حالة البكاء لحالة نعم. الفرح وكذا، عشان كده بيسموها انفعالات طفولية. نعم. طب أهم الأسئلة بقى اللي على الشخصية الهستيرية أعزائنا الطلاب، السؤال الأول بيقول حدد خصائص الشخصية الهستيرية. طبعا هي الشخصية الهستيرية داخل على الخصائص على طول. حدد الصفات الأكثر ورودا في الشخصية الهستيرية. إيه الصفات الأكثر ورودا نكتر في الشخصية الهستيرية؟ نعم يعني ايه الخصائص بقى؟ الخصائص تمام. او السمات. وبعدين خلي بالك استاذ محمد من الممكن يقول لك ايه بقى الخصائص او الصفات او السمات، يبقى عزيز الطالب الثلاث كلمات بمعنى واحد، سمات هي خصائص هي صفات. ماشي. علشان يقول لك ايه مثلا لا ده 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 اللي موجوده في الكتاب المدرسي هي صفات وليس خصائص او سمات، وجانا الامتحان في نهايه العام سمات، لا الثلاثه دول ايه نفس المعنى، نفس المعنى، خصائص سمات وهكذا. تمام. السؤال اللي بعده بيقول للشخصيه الهستيريه خصائص او صفات تميزها عن غيرها من الشخصيات، برضو صيغ السؤال مختلف يا اعزائي الطلاب، بيقول لك حدد هذه الخصائص او الصفات، دلل على ذلك بالامثله، علل صحه او خطا العباره. تمام. عندنا الشخصيه رقم 4 معانا وهي الشخصيه السيكوباتيه. ناخد ساره الاول قبل ما نشرح الشخصيه السيكوباتيه. دكتور اهلا بيك يا ساره. أهلا بك. الله يسلمك. اتفضلي يا سارة معانا، عندك أسئلة؟ أنا أي عندي سؤال بس. اتفضلي يا سارة. عايز نميز بين أنماط الشخصية في ضوء ما درس. أنماط الشخصية؟ أيوه. في ضوء ما درست. طيب. وأنا في السؤال ده هكتب كل نظرية الأنماط يا سارة، نظرية الأنماط بتاعتي بكرات. أيوه. طب لو سمحت يا سارة وطي صوت التلفزيون عشان تسمعينا كويس واحنا نسمعك كويس. طالما قال لي انماط يا سارة يبقى بيتكلم عن نظرية الانماط اللي هي عندي هيبقراط، اللي هي ميز فيها بين اربع انماط. هقول له الاربع انماط بتوع الشخصية بتاع هيبقراط، الصفراوي والدموي والبلغمي والنمط الرابع. دول هم هشرح له كل نمط والصفات اللي بتميز بيها كل نمط. خلاص ماشي. عندك اسئلة تانية يا سارة؟ لا شكرا. طيب احنا بنحييك يا ساره وبنحيي كل بالتوفيق يا ساره ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي يا ساره اشكرك. عندنا دكتور الشخصيه السيكوباتيه. الشخصيه السيكوباتيه. طيب زي ما واضح كده استاذ محمد من الرسمه دي ابنائنا الطلاب نركز في الرسمه دي، لان هي الرسمه دي او الصوره دي تمام استاذ محمد مالها بقى؟ دي بتجسد الشخصيه السيكوباتيه. يعني انسان تلاقيه بعدد من الوجوه او الوشوش. تمام؟ بمعنى ايه؟ ان تلقاه بيضحك معاك ولكن في موقف اخر بيكون لك الحقد والكراهية وبيدبر لك في مصيبة. يعني شخص ايه متقلب الوجوه تمام؟ وفقا لايه؟ لانفعالاته وفقا لايه؟ لاعماله وسلوكياته. يعني مش شخص واضح بوش واحد، لا زي ما احنا شايفين كده بعدد من الوجوه وعدد من الوشوش. ده في لفظ يا دكتور. نعم. في بداية الشخصية السيكوباتية ديت يعني لو أول ما تقرأه كده يتبادر لذهنك حاجات كتير. نعم. يقول لك شخصية ضد مجتمعية. نعم. كلمة ضد مجتمعية تخلي ذهنك ينصرف لحاجات كتير جدا، إن ده ممكن يكون إنسان مخرب ومدمر وإرهابي ضد المجتمع، هو رافض المجتمع اللي عايش فيه، ضد كل حاجة موجودة في المجتمع. فيعني دي حاجة تعتبر هي دي بقى الشخصيات المفروض تعالج بحيث إن إحنا ما نوصلش للإرهاب وللعنف اللي إحنا فيه. نعم. طيب لو جينا نقول أعزائنا الطلاب الشخصية السيكوباتية زي ما قلت كده هي شخصية ضد مجتمعية. ليه بقى؟ قال لي تصرفاته بدون إرادة واعية، لا يتصرف بإرادة واعية. يعني إيه يا دكتور؟ يعني في حد بيحركه، يعني في حد كده لغيله مخه بيقول له اعمل دي صح فبيشتغل بيعملها، اعمل دي فجر هنا خرب هنا اعمل كده، ما عندوش إرادة واعية بيشتغل بيها، هو ضد المجتمع وما بيتصرفش بإرادة، بيتصرف بدون إرادة واعية، ودي مشكلة كبيرة جدا. نعم. الإنسان اللي يلغي عقله دوت ده في الفلسفه ديكارت ما بيفكرش يبقى اعمى. نعم. يعني هو بيخيل لنا كده الانسان اللي بيغلى عقله ان هو انسان اعمى ما بيشوفش، ففي حد كده سحبه بيوديه مطرح ما هو عايز. فانت اما تتصرف كده بدون اراده واعيه يبقى في حد بيحركك ومشيك كانك انت انسان اعمى وهكذا. نعم. ودي طبعا خطيره جدا على المجتمع يا دكتور اللي هي الشخصيه السيكوباتيه دي. طيب لو جينا نشوف ايه هي اهم خصائص الشخصيه السيكوباتيه؟ ظهور اضطراب في السلوك في سن مبكر وهو من صغره. بتجد في بعض الاضطرابات النفسيه يا استاذ محمد، بعض المشاكل اللي هي النفسيه او بعض المشاكل اللي هي ايه اللي بتظهر في عدم التوافق مع المجتمع او مع الاسره بتاعته. يعني مثلا على سبيل المثال بنجد ان الشخص ده من صغره هو عدواني،
بيكسر ويخبط ولما بيكون في عقاب لا يستجيب للعقاب، ما بيسمحش كلام الآخرين، حتى من صغره بيبقى باين عليه إيه؟ إنه شخص عدواني. إيه؟ وبتحس إن أستاذ محمد إن زي ما يكون إيه؟ حد بيوجهه زي ما حضرتك قلت كده بدون إرادة أو وعي. يعني ممكن مثلا إيه؟ يكسر مثلا في حاجة مثلا، ومثلا إيده مثلا متعورة وعمالة تخر دم وهو على هنا خالص على الإطلاق. تمام؟ يبقى ده بنقول عليه بقى ايه؟ وكمان ممكن ايه اضطرابات بقى في السلوك زي الكذب وزي المبالغة في التصرفات والتمثيل وهكذا. يبقى ده بنقول عليه عنده اضطراب في السلوك منذ الصغر. ده بيقول الاضطرابات دي يا دكتور يعني بتاخد نعم. شكل مؤذي او مضاد للمجتمع. نعم. يعني نقدر نقول الطالب اللي بيحطم في اساس المدرسة ده شخصية سيكوباتية. نعم. الولد او الطالب اللي هو وهو راكب مثلا المواصلات العامه ويقطع فيها دوت شخصيه سيكوباتيه، لان هو بيعمل تصرفات ضد المجتمع. هو لما يخرب في المدرسه بتاعته، لما يقطع في وسائل المواصلات، هو كده ضد المجتمع. فالاضطرابات ديت بتاخد اتجاه مضاد للمجتمع، عكس المجتمع. المجتمع بيتقدم وهو لا، عايز المجتمع يتخلف، ان هو مش عايزه يتقدم. فاي انسان بيخرب، اي انسان بيكسر، اي انسان ما بيحافظش على مدرسته، ما بيحافظش على الشارع بتاعه، بيحافظش عليه، ده يعتبر شخصيه سيكوباتيه. ده كمان استاذ محمد احيانا مثلا داخل الفصل بتجد مثلا فيه طالب مثلا لما يكون المعلم بيشرح فهو عاوز يخرج زمايله عن المود ويخرج المعلم عن المود، فبيعمل شغب ومش عاوز حد ايه لا يستفاد ولا المعلم يشرح وهكذا. تمام؟ يبقى ده ايضا بيخش تحت هذا النمط، يعني مش عاوز حد يتعلم، مش عاوز زمايله يفهموا ولا يحصلوا كويس وهكذا. يعني بيفتعل مشكلات من اجل ايه؟ التخريب. وعنده نعم. اندفاع خارج عن السيطره يا دكتور، بيندفع ومش قادر يسيطر على افعاله ولا تصرفاته. نعم. وغير كده بيستجيب لوسائل الشده، يعني لو في قدامه عقاب هيرجع، لو سيسته كده برضه هيرجع، فهو بيستجيب لوسائل الشده او وسائل اللين، يعني ممكن يستجيب للوسيله دي او للوسيله دي. بس على فكره الاستجابه بتكون مؤقته وبيعود مره اخرى علشان يخرج من الموقف. تمام؟ اه. وعنده حاجه اسمها عدم النضج العاطفي. يعني ايه؟ يعني مثلا ما يقدرش يحكم على الامور بدقه، تلاقي نعم. حكمه على الامور بطريقه سيئه. وبعدين عنده مواد الانحراف، ممكن ينحرف في اي طريقه. طبعا هو الانحراف كله سلبي، اصل في الكتاب مكتوب انحراف سلبي، ما فيش انحراف ايجابي طبعا. فهو عنده مواد الانحراف، يعني ممكن ينحرف بسهوله جدا وهكذا. وايضا عدم النطق العاطفي يعني ايه؟ عدم النطق العاطفي يعني هو اصلا ما بيحبش نفسه ولا بيحب الاخرين، ما بيحبش حد على الاطلاق على فكره استاذ محمد، حتى ما بيحبش نفسه. ولذلك نجد عنده نقم يعني تجاه المجتمع وناقم على المجتمع بكل ما فيه. فالشخصيه اللي زي دي شخصيه خطيره جدا، ولذلك يجب ان يتم يعني الاهتمام بها منذ الصغر. طب استاذنك يا دكتور، احنا هنقول الاجزاء الملغيه للطلبه، وبعد كده لو اتبقى وقت نكمل اهم الاسئله اللي جت على الشخصيه ديت، لان طبعا الوقت دهمنا. طب اعزائنا الطلاب، هنقول لكم الحاجات سريعا كده اللي هي تم الغائها في منهج علم النفس وعلم الاجتماع لسنه 2016 2017. اول حاجه في علم النفس لسنه ثالثه طبعا في الوحدة الثانية الفصل الثاني، سريعا بقى كده الطلاب انا قلت لكم جهزوا الكتاب. في الوحدة الثانية الفصل الثاني العوامل التي تؤثر على الجنين في البيئة الرحمية، العوامل التي تؤثر على الجنين في البيئة الرحمية هيتلغي منها عامل واحد وهو إدمان الكحوليات والمخدرات، ليها صفحة 36 رقم 8. العامل ده الوحيد اللي هيتحذف اللي هو إدمان الكحوليات والمخدرات فقط، اللي هو العنصر رقم 8. طيب في الوحدة الثانية في الفصل الثالث تنمية القيم والمعايير الخلقية، تنمية القيم والمعايير الخلقية صفحة 42 الفقرة رقم 4 بداية من فقرة اللي هقولها دي بس هي اللي تتلغي، ومن هنا يكون ميل المراهق حتى نهاية الفقرة اللي هو في وجه عالم الكبار بدل من الوجود الهامشي. يبقى الفقرة دي هي اللي هتحذف بس، الفقرة تاني هقولها تاني اللي هي بداية منين؟ من هنا يكون ميل المراهق اخرها فين؟ اللي هي في وجه عالم الكبار بدل من الوجود الهامشي. ده بالنسبه للي هي الجزئيه الثانيه. طيب خليكم معايا برضو، لو جينا بصينا في علم الاجتماع، احنا كده خلصنا الجزئيتين الملغيين في علم النفس. في علم الاجتماع الوحده الاولى الفصل الثالث العمليات الاجتماعيه صفحه 84 خصائص التنافس الفقرة رقم 2، الفقرة رقم 2 في خصائص التنافس بس، اللي هي عبارة التي تكرها الجماعة، التي تكرها الجماعة. في الوحدة الأولى الفصل الثالث اللي هي العمليات الاجتماعية صفحة 84 في الكتاب، اللي هو رابعا الصراع الاجتماعي
أسباب الصراع الاجتماعي وعوامله، اللي هي الفقرة رقم واحد اللي هي بتقول إيه؟ التفاوت في توزيع الثروة، التفاوت في توزيع الثروة اللي هي من عوامل اللي هي الصراع. والفقرة رقم اتنين قد يتولد الصراع عن التنافس. والفقرة تلاتة قد يتولد الصراع نتيجة لعوامل طائفية. ده بالنسبة للجزء بتاع الصراع. في الوحدة التالتة الفصل التالت اللي هي ثقافة العمل التطوعي صفحة 96، ثقافة العمل التطوعي. طيب هيضيف في نهاية دي إضافة مش حذف، الجزء دوت إضافة مش حذف، هضيف في نهاية الموضوع نماذج للعمل التطوعي. هضيف الجزئية دي نماذج للعمل التطوعي فين؟ في ثقافة العمل التطوعي. هضيف الجزئية ديت اللي هي نماذج للعمل التطوعي أولا داخل المدرسة. أنا كده بضيف مش بحذف أعزائي الطلاب، دي إضافات لثقافة العمل التطوعي. هضيف الجزء دوت نماذج للعمل التطوعي أولا داخل المدرسة. إيه هي النماذج بقى اللي هنضيفها؟ تنظيف الحدائق وزراعة الأشجار داخل المدرسة، دي نقطة. اتنين أعمال تنظيف المدارس. تلاتة تزيين المدارس والممرات ورسم لوحات جدارية، أعمال دهان. إقامة مسابقات طلابية لكتابة مقالات وشعارات. إقامة حملات توعية داخل المدرسة. الأيام العالمية، توعية عامة. فقرات في إذاعة المدرسة عن مشاريع وأخبار العمل التطوعي. أنا بقول نماذج للعمل التطوعي إضافة تضيفها على الموضوع دوت. طب ده داخل المدرسة، خارج المدرسة إيه العمل التطوعي؟ برضو عندي مجموعة من النماذج. زيارات وحفلات لدور المسنين والأيتام، المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال المرضى، زيارة الجمعيات والمؤسسات والهيئات التطوعية والخيرية للتعرف على أهدافها وأنشطتها، بعض آليات التحفيز والتشجيع، معادلة الساعة التطوعية أو العمل التطوعي بدرجة تضاف للطالب أو الطالبة حسب معايير تحددها إدارة المدرسة. دي نماذج عشان نشجع الطلاب على التطوع، إن في درجة تضاف للطالب. تقديم الدروع والشهادات للطلاب المتميزين في البرامج التطوعية. طيب دي إضافات اللي هو ثقافة العمل التطوعي. طب في بقى الدرس اللي بعديه اللي هو ثقافة العمل الحر اللي هو صفحة 97، من 97 ل 99 هنضيف برضو. أول حاجة في جزئية صغيرة كده هتتحذف وبعد كده هنضيف. في ثقافة العمل الحر يا صفحة 97 هنشيل منها فقرة، الفقرة اللي هي بتقول إيه؟ بتقول بداية من يمر المجتمع المصري بتحولات، حتى اللي هي نهاية الفقرة اللي هي مزايات. تاني الفقرة اللي هتتحذف صفحة 97 بدأ منين؟ اللي هو يمر المجتمع المصري بتحولات، يمر المجتمع المصري بتحولات صفحة 97 هتحذف الفقرة دي لحد نهايتها اللي هي نهايتها فيها كلمة مزاياه، يبقى دي الفقرة اللي هتتحذف. طيب هيتضاف بقى في نهاية الموضوع بتاع ثقافة العمل الحر دوت ايه؟ هنقول يمكن أن نقدم لك نموذج مقترح لكيفية تصميم نموذج لمشروعك المستقبلي. يعمل لك هنا نموذج مقترح ازاي انت تعمل مشروع ليك في المستقبل. طيب هيشبه على سبيل المثال نموذج عمل تجاري ناجح يشبه مخطط هيكلي يتضمن عناصر أساسية هي شرائح العملاء التي سيتم تقديم الخدمة لهم، القيم المقترحة من خلال النموذج لحل مشكلات العملاء وتلبية احتياجاتهم، القنوات التي سيتم توصيل تلك القيم أو الحلول من خلالها للعملاء، العلاقات مع العملاء واستخداماتها، مصادر الإيرادات للمشروع، الموارد الرئيسية، الأنشطة الرئيسية، الشركات الرئيسية، هيكل التكاليف. طيب في بقى جزئية في الآخر بيقول إيه؟ من الجدير بالذكر عزيز الطالب أن هذا النموذج يستخدم عمليا في كبرى الشركات في العالم مثل الشركة العالمية للتكنولوجيا IBM وشركة الهواتف والمحمول. طيب ده بالنسبة للأجزاء اللي تم إضافتها والأجزاء اللي تم حذفها أعزائي الطلاب في علم النفس. طيب أما الأجزاء اللي هي نزلت مؤخرا ديت لطلاب الدمج مرة تانية، لطلاب الدمج اللي هي محذوف فيها في علم الاجتماع فصل كامل اللي هو خاص بالنظرية الاجتماعية، دي طلاب الكامل. طيب دكتور أنا بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة. ربنا يبارك في حضرتك يا أستاذ محمد. طبعا بنشكر القائمين على البرنامج طبعا إعدادا وإخراجا وتنفيذا، وطبعا نتمنى لأبنائنا الطلاب التوفيق ولحضرتك كل الشكر. شكرا دكتور. بشكركم أعزائي الطلاب وإن شاء الله تستنونا في حلقات قادمة إن شاء الله نستكمل ما بدأناه اليوم. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.